انا حبيت اتكلم معاكوا لاني حاسس طول عمري اننا عيله واحده وان الشركه والمصنع دول بتوعنا كلنا. مظبوط يا باشمهندس. طب والله العظيم كل الكلام اللي بتقوله مظبوط 100%. انا هتكلم معاكوا بصراحه يا جماعه، الشركه بتمر بظروف صعبه اصعب مما تتخيلوا. بقالي 4 ايام براجع كل حاجه في الشركه من الصبح لبالليل، لقيت في ديون كتيره قوي على الشركه، ودي عشان في ناس عايزه تخرب الشركه دي وتوقعها، بس انا عرفتهم ومش هسيبهم. بس ما تخافوش، مرتباتكم هتاخدوها اول كل شهر عادي. بس انا بصراحه مش هقدر ادفع على مكافئات ولا حوافز لغايه الشركه ما ترجع تقف تاني على رجليها، وانتوا اللي هتوقفوها رجاله. بس يعني اللي عايز يمشي او شايف شغل تاني احسن من هنا يتفضل يمشي، انا مش هزعل، كل واحد حر في قراره. ها قلتوا ايه يا رجاله؟ احنا كلنا معاك يا باشمهندس. زي ما تقول يا باشمهندس، المصنع ده مصنعنا، الشركه دي شركتنا. وزي ما قال الاستاذ رجب، كلنا معاك يا باشمهندس. ملك يا، انا متشكر قوي على الزياره دي، اصيله وبنت ناس يا ملك. بس أنا مش ملك يا حسين بيه. إيه؟ تكونيش أختها التوأم؟ أنا بتكلم بجد، أنا مش ملك. أنا حد لو فكرت من هنا لبكرة مش هيخطر على بالك أبداً. أنا مش فاهم حاجة. نوسة. نوسة؟ مين نوسة؟ نوسة. نوسة اللي انت لفقت لها تهمة ودخلتها السجن عشان ابنك ما يتجوزهاش. نوسة اللي انت كنت عايز تبيع الدنيا كلها عشان انت تتجوزها. البنت بتاعت الموالد اللي حرمت ابنك منها. انت كنت بتضحكي عليا لحد ما دخلتك هنا السجن عشان تبقى وحدك وحدة. بس الحقيقة مش انا لوحدي، انا وصاحب عمرك عبد القوي جديد، هو اللي كان بينفذ كل اللي بطلبه منه. وهو كمان كان فاكر ان انا دايبه في هواه واني فضلته عليك. ربنا يكفيك شر مكر العوالم. يا بنتي الكلب. الكلب هو انت وامثالك يا حسين بيه. وجايبالك ده عشان يحلي مرار ايام السجن. شو تاكل غيرها؟ خد بالك من اللي هقوله ده كويس. انا ومدير المبيعات مش هنقدر نبيع لك نفس الكميه بنفس السعر ولا نفس الميزانيه زي الاول. لا يا سيدي، الرئيس الجديد مشدد شويه، يعني اعمل حسابك ان دي هتكون اخر مره. ايوه بس المعلومه هيعلى شويه، وانت كمان معلومك هيعلى. لا لا بقول لك ايه، لو مش عاجبك خد من حد تاني. انا بص انا ما بحبش الفصال، هتدفع ولا مش هتدفع؟ ايوه كده، يلا مع السلامه. برافو عليك يا ولد، عجبتني قوي حته هتعلي العموله ولا مش هتعلي. اتفضل يا باشمهندس اتفضل. 5 دقايق ما اشوفش وش حد فيكم هنا في الشركه، وما تنساش تاخدوا مدير المبيعات بتاعكم معاكم وانتوا ماشيين. لو سمحت نزل ايدك. انت تحكم ان امد ايدي واضرب واحد زباله زيك؟ يا عمر احنا قرايب. انا ماشيه يا نوسه، يمكن ما نشوفش بعض تاني. انا حاسه ان انا في كابوس، ازاي هتمشي وتسيبي كل ده؟ انا ما سبتش حاجه، انت اللي معاكي الفكه، إنما وهيبة معاها الأصل. هتهون عليكي مصر؟ هتهون عليكي بلدنا؟ لما أنا واللي زيي يسيبوها تبقي لازم تعرفي إنها خربت. زي ما حضرتك هتمشي، ياما ناس كتير قبلك مشيوا وما خربتش. أنتوا أول ناس بتعملوا فيها فلوس، وأنتوا أول ناس بتسيبوها. أنت إزاي تتكلمي الكلام ده؟ أصل أنا صعبان عليا إن الناس اللي معاها فلوس بتاخدها وتمشي، ويسيبوا الناس الغلابة في فقرهم. طب ما انت عندك فلوس أكتر منه. ما انت لسه قايلة أنا الفلس ومش الأصل. كل واحد وله ميزان. أنا مضطرة أمشي دلوقتي، اتأخرت. طب هاجي معاكي المطار أوصلك. أنا ما بحبش الوداع،
انا هسلم عليكي هنا. وهي بقى انا من فضلك ما تمشيش. نوسة خدي بالك من نفسك، واذا احتجتي اي حاجه كلميني، هتلاقيني كاني جنبك بالظبط. لكن اذا غيرت رايك وحنيتي هتلاقيني واقفه وفاتحه لك دراعاتي. اشوف وشك بخير. وهي بهانم انا جاي من طرف النقابة. ضابط شريف. بالظبط، احنا كنا بنحاول نمنع دخول سلاح البلد، والنقيب شريف استشهد. كان عنده امل يقابلك برا السجن، كان كل ليله بيحكي لي عنك لغايه لما حفظت الكلام. كان بيحبك قوي. دي حاجات الشهيد كان شايلها لك، جوابات وخادم الخطوبة. كان نفسه يتجوزك. بعد إذنك. أحلى حاجة هنا المدى والبحر اللي ملوش آخر، زي عينيكي بالظبط اللي كنت دايما بغرق فيهم. عارفة نفسي أقضي بقية عمري جنبك، حتى لو أنت مش حاسة بده دلوقتي. أنا متأكد إن مصيرنا واحد، وفي الآخر هنتقابل. زي ما قلتلك إحنا صورتين لروح واحدة، ومهما الصورة غابت الروح صاحبها مش غايب. كسبتي ايه في الاخر يا موسى؟ قصدي يا ملك هانم، قولي لي ايه اللي كسبتيه؟ حتى اسمك اتحرمتي منه، بقيتي واحدة تانية. بس اللي غير اسمك معرفش يغير عينيكي ولا يغير قلبك، معرفش يغير اللي جواكي. الانتقام وحش، بدل ما يعور اللي ظلمني عور قلبي. وبدل ما انتقم من الظالم ظلمت معايا عمر وشريف. الله يرحمك يا شريف، الله يرحمك. حتى وهي سابتني ومشيت، انا لوحدي، انا خايفه خايفه.